يستمر الجدل حول قانون العنف الأسري مع تزايد عدد الضحايا بعد حلقة يوم أمس. حاولت بعض الصفحات الصفراء تزييف الحقائق وزج اسم المرجعية الدينية العليا بأمور جدلية كالجندر وغيرها، وهذا غير صحيح. موضوع الحلقة كان يخص العنف الأسري المركون على رفوف البرلمان بسبب الأحزاب الدينية التي تنظر إليه بعين واحدة بحجج غير مقنعة، وهي تفكيك الأسرة، بينما تصب الأحزاب المدنية غضبها على الإسلامية دون طرح حلول منطقية، ويبقى المعنف وحده الضحية. ففي العراق تفرغ الأفعال الوحشية من أذاها، ويسمي البعض فعل العنف تأديباً أو ردعاً. أسماء عديدة ذكرت في حلقة يوم أمس ليأتي رد مكتب المرجع الأعلى على تصريح السيدة شروق العبايشي بنفي ما ادعاه بعض النواب السابقين من أن مشروع قانون حماية الأسرة قد عرض على مكتب سماحته وحظي بقبول المرجعية، حيث لم يسبق لمكتب السيد اللقاء بأي وفد نيابي لبحث هذا المشروع، ولم يعرض عليه من قبل أي جهة رسمية أو حوزوية، فكل ما ادعي بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة بتاتا. لذلك قررنا المواصلة بطرح القضية للرأي العام، لأن الطفل موسى ومن سبقه ومن سيأتي بعده يستحق منا وقفة. لنشاهد حقيقة ما حصل في حلقة يوم أمس. أيضا صار استشارة واستفتاء وسؤال كل المرجعيات الدينية القضائية، مر عليهم القانون. هذا القانون كله مر عليهم، مر عليهم، مر على المرجعيات الدينية الشيعية والسنية، الشيعية والسنية والمسيحية. وهذا ذكرته للأستاذ سابقا وما صدقني. لا جاوبتك بوكي. بس هذا موثق ورئيس. جاوبتك وجاوبك، أتحداش تعطيني اسم مرجع واحد. أعطيك اسم رئيسة اللجنة التي. أتحداش تعطيني اسم مرجع واحد على الهواء حتى ما كتب المرجع المعني. هذا كان سؤالها. وجوابي سيشروخ ذاكرتي جدا قوية ودقيقة. قلت لك وأتحداش، ولا أنا أعيد التحدي، تعطيني اسم مرجع واحد. حوزة النجف. عرضتم على حوزة النجف عنوان كبير. طبعا عنوان فيه عدة مراجع، اكو 10 15 مرجع، انطيني مرجع واحد حتى نحرج ذاك المرجع ونقول له ست شروق تقول انطيتك القانون وانت رضيت به، اذكري مرجعا واحدا. طيب اودك حوزه النجف، اعطيني المجال، اعطيني مجال بمكتب السيد السيستاني. جيد، اذا تقولين مكتب السيد السيستاني المرحوم، اذا سجلوها مكتب السيد السيستاني، تدعي الست شروق المحترمه انه عرض وقبل حتى يسمع مكتب السيد السيستاني. أني الرد، أنا ما كنت ضمن الوفد النسوي اللي راح، بس أنا كنت بتواصل معهم، وكانت رئيسة اللجنة المرأة والأسرة والطفل في البرلمان العراقي ست رحاب العبودة كانت زميلتنا، وكانوا إياها أعضاء اللجنة، وكانوا يعني إياها أيضا من دولة القانون، وكانت من دولة القانون، وكان معاها أيضا يعني من منظمات المجتمع المدني، وهم اطلعونا، وهذا كان على في ندوة عامة، اطلعونا بأن وفدهم ذهب إلى المراجع الدينية وعرض عليهم المشروع القانون، وكان جوابهم نحن لا نتدخل في هذا القانون، لا ليس لدينا اعتراض.